من خان يونس مراسلنا حازم البنا. حازم، أهلا بك، طلعنا على التفاصيل وتطورات الموقف الميداني لديك في ظل استمرار القصف. آخر الأنباء التي وردت إليكم بشأن ما يجري في مستشفى الشفاء، أيضا المواقع التي تم استهدافها بالأمس من مدارس الأونروا، وطبيعة الوضع الإنساني في ظل كل ذلك؟ نعم، تحية لك مروج. ربما من المهم أن نبدأ بالتطورات الطقس كما يعني يظهر في الصورة الآن. الأمطار غزيرة والأوضاع في داخل جميع المناطق الآن التي تتعرض إلى قصف أو تلك التي تؤوي نازحين، ومنها المشافي كما يظهر هنا. يعني أمطار غزيرة تعيق عمليا كل أشكال الحياة وأيضا التغطية في ظل الأجواء المناخ المتقلبة في هذا المنخفض البارد الذي يضرب الآن مناطق مدينة غزة ويزيد عمليا من أوضاع النازحين سوءا في مراكز الإيواء وفي عدد كبير من المشافي وفي خيام النازحين. يعني تتعقد أشكال هذه الحياة أكثر في ظل هذه الأمطار الغزيرة. لكن يضاف إلى ذلك الغارات الإسرائيلية التي ما تزال عمليا تضرب وتتواصل من مناطق شمال شرق مدينة غزة إلى الشمال الغربي، إلى عمق مدينة غزة، إلى الأطراف الغربية، وفي عموم المناطق ما تزال الطائرات الإسرائيلية تقصف أهدافا ومنازلا وأيضا مواقعا وأنفاقا كما يقول الجيش الإسرائيلي في عديد من البيانات، فضلا عن الأعداد الكبيرة التي بدأت يعني تفارق الحياة وتقتل جراء عنف هذه الغارات الإسرائيلية. في مناطق الشمال رصدنا عدد من المربعات السكنية التي تم استهدافها بشكل عنيف، وما تزال عمليا الجهود مستمرة منذ صباح هذا اليوم لانتشال ما يمكن انتشاله من جثامين الضحايا أو الناجين تحت الأنقاض، ويدفن هؤلاء في مقابر جماعية. عمليا لا يوجد أي إمكانيات لطواقم الإسعاف والدفاع المدني للتحرك في السيارات في مدينة غزة جراء نفاذ الوقود وتعطل عمل هذه الآليات. الآن تجرى كل عمليات الوصول إلى هذه المناطق إما مشيا على الأقدام أو باستخدام العربات التي تجرها الحصن. وأوضاع المشافي تتعقد في مدينة غزة. مستشفى الشفاء الآن أصبح تكنة عسكرية، والجهود الإغاثية من المنظمات الدولية ما تزال متواصلة لإخلاء من بقي في مجمع الشفاء، نحو 32 من الأطفال الخدج وعدد محدود لا يتجاوز 4 أطباء داخل مستشفى الشفاء. تجري عمليات تنسيق بين وكالة الغوث والصليب الأحمر الدولي لإخراجهم إلى مناطق جنوب قطاع غزة بعد أن أخلي قصرا بالأمس من أعداد بمئات الألاف من يعني النازحين، وأيضا المرضى والطواقم الطبية الذين خرجوا مشيا على الأقدام باتجاه مناطق جنوب قطاع غزة. لكن الأوضاع الميدانية، التوغلات البرية على الأرض ما زالت تتوسع في نطاقها، حيث شهدنا تقدما في محاور أطراف حي الصبرة والزيتون وأيضا مناطق في جباليا، حيث يشير الجيش الإسرائيلي منذ الأمس أنه يشهد ضراوة في القتال من قبل الأذرع المسلحة في مناطق الشرق مثل حي الزيتون وفي جباليا. وبالتالي يحاول الجيش الإسرائيلي استهداف كما يقول الكتائب المقاتلة على الأرض في مناطق الشمال وفي مناطق الشرق. لذلك يفهم من هذا كله أسباب توسع هذه العملية البرية للإجهاز على هؤلاء المسلحين الفلسطينيين الذين عمليا يعيقون تقدم الجيش الإسرائيلي في مناطق الشرق والشمال.